خدمة طلب استشارة قانونية. مرحبا بكم في المقطع الفيلمي للخدمات الذكية على تطبيق هيئة الأوراق المالية والسلع. يتضمن هذا المقطع الفيلمي عرضا توضيحيا لخدمة طلب استشارة قانونية. عزيزي العميل، تستقبل الهيئة طلبات تقديم الخدمة عبر القنوات التالية: الحضور الشخصي لمقر الهيئة بأبو ظبي أو فرعها بدبي، الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع الهيئة www.sca.gov.ae، أنظمة الأجهزة الذكية حيث يمكنكم تحميل التطبيق الخاص بالهيئة من موقعنا الإلكتروني مباشرة أو من خلال مراكز التطبيقات المختلفة أبل ستور، جوجل بلاي، بلاك بيري وويندوز فون، وقم بالبحث عن SCA UAE. بعد الانتهاء من تحميل التطبيق ومن على الصفحة الرئيسة، اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر الخدمات الذكية. ستظهر لك قائمة الخدمات الذكية، اختر خدمة طلب استشارة قانونية. على صفحة الخدمة ستجد كل المعلومات عن الخدمة وأيضا طرق الاتصال بمقدميها وأوقات عملهم الأساسية. يرجى مراجعة جميع المستندات المطلوبة وشروط الخدمة. اضغط على الرابط قدم الطلب بالأعلى للمتابعة. ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحسابك لدى الهيئة. إذا لم يكن لديك حساب لدى الهيئة فيمكنك التواصل معنا لفتح حساب جديد، فقط قم بالضغط على رابط اتصل بنا. للتقدم بطلب جديد اضغط على أيقونة الزائد في أعلى الصفحة. تحت الموضوع قم بكتابة عنوان موضوع الاستشارة التي ترغب في طلبها في الخانة الأولى، ثم تفاصيل موضوع الاستشارة في الخانة التي تليها والخاصة بالتفاصيل. عند الانتهاء من تعبئة الطلب قم بتحرير جميع المستندات المتعلقة بالموضوع محل الاستفسار المطلوب من على هاتفك مباشرة عن طريق الضغط على اختر أسفل المرفقات. ستظهر لك رسالة تأكيد عند الانتهاء من إرفاق المستند بنجاح. بعد التأكد من نجاح العملية قم بالضغط على رابط حفظ وإرسال أسفل المرفقات. ستظهر رسالة للتأكيد، كما سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى الهيئة لإعلام الموظف المختص بمتابعة الطلب. سيتم التواصل معكم في حال وجود بيانات ناقصة أو الموافقة أو رفض الطلب عن طريق البريد الإلكتروني. في حال وجود أي ملاحظات يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني legal_affairs@sca.ae. شكرا لاستخدامكم الفيديو التعليمي للخدمات الذكية من هيئة الأوراق المالية والسلع.